بما إن موضوع الجواز عن حب وجواز الصالونات عليه خلاف على السوشيال ميديا الفترة دي، وناس تقول ده أحسن وناس تقول ده أفضل طبعا، فده هيكون موضوع الفيديو النهاردة إن شاء الله. يلا بينا، بس ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك والمتابعة. النوع الأول الجواز عن حب، هنتكلم في الموضوع من البداية شوية، من أول كلمة الحب من أول نظرة. أولا مفيش حاجة اسمها الحب من أول نظرة، ممكن يكون في إعجاب من أول نظرة، قبول من أول نظرة، انجذاب من أول نظرة، وده بيكون في مقابلة صدفة محدش بيكون مرتب لها. وممكن برضو يحصل في النوع التاني القبول والانجذاب والإعجاب من النظرة الأولى واللقاء الأول، بس الفرق هنا إن المقابلة هنا بتكون مترتب لها. في النوع الأول الجواز عن حب بيبدأوا يعرفوا بعض، يتعرفوا على بعض أكتر، طباع بعض، صفات بعض، بيحبوا إيه، بيكرهوا إيه، حياة كل واحد فيهم. وده برضو اللي بيحصل في جواز الصالونات بس في فترة الخطوبة، بس الفرق هنا إنه بيحصل بعلم من الأهل ومعرفة وموافقة الأهل، بيحصل في النور ومن غير أي خوف من الناس، على عكس النوع التاني اللي بيحصل من غير علم الأهل في السر بعيد عن النور، تبقى علاقة كلها قلق وخوف. هيجي حد وانا متأكدة من كده ويقولك بس الجواز عن حب أفضل. أفضل في إيه؟ إن بالحب بيقدروا يتغلبوا على أي صعاب وأي مشاكل، يعدوا أي حاجة ممكن تواجههم بعد الجواز. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجعلنا بينهم مودة ورحمة، ربنا قال كده على الأزواج جميعا، مش على النوع الأول بس ولا على النوع التاني بس، على جميع الأزواج قال مودة ورحمة. الرحمة اللي ربنا اختص بيها نفسه جعلها بين الأزواج. ومن الآخر كده مفيش بيت ما بيحصلش فيه مشاكل، بس الفرق هنا إن في ناس بتعرف تتعامل وتعدي وتنسى وتسامح، وناس العكس خالص، مش بالحب ولا بالصالونات، بالنفوس الراضية المسامحة اللي بتعدي وتنسى وتمشي الدنيا، بالتوازن برضو بين الطرفين، أنا أعدي واستحمل مرة والطرف التاني يعدي ويستحمل مرة. احنا بشر، هنخطأ مرة وهنتعصب مرة وترهقنا ضغوطات الحياة مرة، وعلى شريك الحياة يستحمل المرة. ما هو شريك في الحياة بحلوها ومرها، مش بحلوها بس ولا مرها بس. اما النفوس اللي مش راضية ومش متفاهمة والكفة مش متوازنة وبيصطادوا لبعض الاخطاء، ففي الحالة دي بتوع الحب وبتوع الصالونات بيتقابلوا في الاخر قدام محكمة الاسرة. في النهاية أنا مش بنصف جواز الصالونات عن الجواز عن الحب، بالعكس خالص، الحب مشاعر إنسانية واحتياجات نفسية، بس لما تحس بالإنجذاب والإعجاب من حد روح وتقدم، ويبقى تقربكم من بعض في النور وبمعرفة وموافقة الأهل وقدام الناس من غير أي خوف. خايف من الخطوبة؟ يا سيدي خليها قراية فاتحة ودبلتين بس في الأول. القبول والإنجذاب والتفاهم زاد، يبقى خلاص نكمل. ما حصلش كل ده يبقى خلاص اسمه ونصيب، ولما يتكتب عليه خطوبة مرة احسن ما يتكتب في كتابك يوم القيامة انك كنت بتلعب ببنات الناس وبتجرب مع دي وبتجرب مع دي. ولانك لو بتحبها بجد هتخاف على كرامة اهلها اللي هي من كرامتها، واللي بعد الجواز هتبقى من كرامتها. ولو انت عايزة الحب فمحدش هيحبك اكتر من اهلك، فما يبقاش ده جزاءهم بعد كل الحب والتضحية اللي عاشوها عشانك. اللي هيحبك هيخاف عليكي وهيجي من الباب، مش مستخبي وخايف لحد يكشفه زي الحرامية. ولو الظروف ما تسمحش فانت ملكة في بيت أهلك لوقت ما الظروف تسمح. ربنا يهدي شبابنا وبناتنا ويعفوهم يا رب بالزواج الصالح. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب يكون علمي ينتفع به. ياريت ما تنسوش تعملوا لايك عشان تشجعوني ان انا اعمل فيديوهات تانية، ولو ما اشتركتوش في قناة اليوتيوب ياريت تشتركوا، واللي مش عامل فولو للفيسبوك والتيك توك ياريت يعمل، ويا رب يكون علمي ينتفع به، وشكراً.